السلام عليكم يا سنة أولى، عاملين إيه؟ إن شاء الله النهاردة هنراجع على أول درسين خدناهم في المنهج. أول درس معانا بعنوان نمو وتوزيع السكان في مصر. طبعا من العنوان هيبدأ يكلمنا عن السكان في مصر وإزاي في زيادة سكانية مستمرة وإيه أسباب الزيادة السكانية. كل ده هنعرفه مع بعض. أول حاجة البيانات السكانية أو كل ما يخص السكان، سواء عددهم أو نوعهم، ذكور ولا إناث، بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوش، في ناس متجوزة وناس مطلقة، في قد إيه أطفال، كل ده بنسميه بيانات سكانية. طيب أنا بجيب البيانات السكانية منين؟ أول حاجة من حاجة اسمها التعدادات السكانية. التعدادات السكانية دي ليها هيئة اسمها الهيئة العامة للتعبئة العامة والإحصاء، دي موجودة على صلاح سالم. التعدادات السكانية بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن عمليات حصر شامل، بنبدأ إن إحنا نجمع كل البيانات عن السكان من حيث توزيعهم، موجودين فين أو بيتركزوا فين، نوعهم ذكور ولا إناث، تركيبهم، عندي قد إيه أطفال، عندي قد إيه كبار سن، عندي قد ايه فئة شباب، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية. والكلام ده بيكون في فترة زمنية محددة. عندنا التعداد السكاني بيتم في مصر كل 10 سنوات، واخر تعداد قامت بيه مصر كان سنة 2017. تاني مصدر بنجيب منه البيانات السكانية هو الاحصاءات الحيوية، وده تسجيل المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وغيره من البيانات اللي تخص السكان بس بشكل إلكتروني. لكن التعدادات السكانية بيبدأوا إن هم ينزلوا مجموعة من الناس وتبدأ إن هي تسأل السكان أو تلف على الشقق والعمارات وتبدأ تشوف الأسرة مكونة من كام فرد، مين في المدرسة، مين مخلص تعليم، مين متجوز مثلا وعنده أطفال قد إيه. والنوع اللي هو الأول اللي هو التعدادات السكانية بيكون مش دقيق قوي، لأنه بيعتمد على سؤال الناس، احنا بنسألهم انتوا كام فرد، وده طبعا ممكن يكون فيه حاجة اسمها غير مصداقية، يعني ممكن بنسألهم يكذبوا. طيب يبقى احنا عرفنا المصادر اللي بنجيب منها البيانات السكانية، 2 التعدادات السكانية، وحاجة اسمها الإحصاءات الحيوية. طيب أول تعداد سكاني كان بدأ في مصر كان سنة 1882 أثناء الاحتلال البريطاني على مصر، ومن ساعتها التعداد السكاني بيتم كل 10 سنوات. نبدأ نتكلم بعد كده عن النمو السكاني. بيقول لنا إن في تضاعف، يعني زيادة مضاعفة في عدد السكان، حصلت في الفترة اللي هي من 1882 ل 1947. في الفترة من 1882 كان عدد السكان 6.7 مليون، بعدين وصلوا ألف، ولما وصلنا يعني 1947، سنة 1947 عدد السكان كان 19 مليون. رجع بعد كده عدد السكان تضاعف مرة أخرى من سنة 1966، كنا في الوقت ده سنة 1966 كنا 30 مليون، وصلنا 2015 بقينا 90 مليون. طبعا يقصد هنا ملناش دعوة بالأرقام، هو يقصد يقول لنا بس إن أو يوضح لنا إن النمو السكاني بيحصل بزيادة متسارعة جدا وفي وقت قليل جدا، بيبدأ إن أنا يحصل عندي زيادة أو طفرة في عدد السكان، وده بيسبب مشكلة. طيب احنا عايزين نعرف بقى ايه اسباب الزيادة السكانية في مصر. يعني احنا عندنا المعدلات السكانية عمالة بتزيد، طب ايه سبب الزيادة السكانية دي؟ قال لي اول حاجة حاجة اسمها الزيادة الطبيعية، دي المسؤولة عن الزيادة السكانية. طب يعني ايه الزيادة الطبيعية؟ قال لي الفرق اللي هو ماينس بين عدد المواليد وعدد الوفيات. يعني زي مثلا اتولد عندي 100 طفل وتوفى منهم 50، ال50 اللي اتبقوا دول الزيادة الطبيعية اللي زادت على السكان اللي موجودين اوريدي في المجتمع. يبقى الزيادة السكانية الفرق بين المواليد والوفيات.
اللي بيتفضل بنسميه زيادة طبيعية زادت عندي في المجتمع على السكان اللي هم أصلا موجودين. طب في النقطة دي هنتكلم عن حاجتين، مواليد ووفيات. بيقول لنا إن معدلات المواليد لو هاجي أحسبه بيساوي عدد المواليد للأحياء في العام، يعني بنجيب المواليد اللي اتولدوا في السنة ونقسمهم على عدد السكان وبعدين نضربهم في 1000 عشان أجيب معدلات المواليد طلعت قد إيه. معدلات المواليد لقيناها مرتفعة جدا في مصر طبقا لتعداد 2012. طب بدأوا إن هم يبحثوا في الأسباب اللي أدت إلى زيادة معدلات المواليد، لقيوا إن ده كان بسبب زواج الأطفال دون 18 سنة في الأرياف، وبسبب الجهل بيبدأوا إن هم يتجوزوا البنات أقل من 18 سنة. طب ده يزود لي الزيادة السكانية إزاي أو عدد السكان إزاي؟ لأن الفترة الإنجابية للبنت وهي متجوزة 18 سنة بيكون قدامها فترة إنجابية طويلة جدا، غير لما تكون البنت في المدينة أو في الحضر وتتجوز في سن أكبر مثلا 26 30، بيكون هنا بالنسبة لهم عادي، فالفترة الإنجابية بتاعتها بتكون قليلة. طيب تاني سبب البطالة خاصة بين الإناث. البطالة بين الإناث بتخلي البنت أو الست متفرغة للبيت، فبتبدأ إن هي تخلف وتبدأ إن هي قاعدة موراهاش حاجة. طيب تالت سبب ارتفاع نسبة الأمية، إن إحنا عندنا المجتمع بيعاني من نسبة أمية اللي هم الناس اللي لا يجيدوا القراءة والكتابة، ده بسبب الجهل بيخليهم إن هم يخلفوا عدد أطفال كبير. ارتفاع نسبة الفقر، طب حتى هيجي في باله سؤال منين نسبة الفقر هتزود لي سكان، ما هم أصلا فقراء. طيب في فكر كده عند الناس اللي هي مستوى المعيشة بتاعها قليل بيبدأوا يلجأوا إن هم يخلفوا عدد أطفال كبير علشان الأطفال دي تساعدهم فيما بعد اقتصاديا، وده طبعا فكرة خاطئة. فدي الأسباب اللي أدت عندي لزيادة معدلات المواليد. طب نيجي لمعدلات الوفيات، لو هنيجي نحسبها هيبقى عدد الوفيات في العام على عدد السكان في منتصف العام ونضربهم في 1000 زي المواليد. طب بيقول لي معدلات الوفيات في النصف الأول من القرن العشرين خاصة سنة 1952 معدل الوفيات كان مرتفع جدا، كان 27 في الـ1000. يعني ايه 27 في الـ1000؟ يعني بشوف قصاد كل 1000 شخص توفى قد ايه او اتولد قد ايه، ده لو هنتكلم في المواليد. طب احنا دلوقتي هنتكلم في الوفيات، طب 27 في الـ1000 ده معدل وفيات كبير جدا، لقيوا ان هو في الوقت ده كان بسبب انتشار الامراض والحروب اللي ادت الى وفاة الكثير من السكان. رجعت معدلات الوفيات انخفضت بشكل سريع ووصلت ل6.1 في الـ1000، وعلى فكرة ده أقل معدل وفيات موجود على مستوى العالم. طب إيه اللي خلى إن عدد الوفيات يقل؟ بسبب الاهتمام بالرعاية الصحية، توفير العلاج، إن الدولة بدأت إن هي تنظم حملات للتطعيم ضد الأمراض، نوفر مستلزمات طبية، نوفر أو نجهز مستشفيات بالمعدات المطلوبة. فالاهتمام بالرعاية الصحية أدى عندي إلى خفض نسبة أو عدد الوفيات. نيجي للسبب الثاني من أسباب الزيادة السكانية، وهو الزيادة الغير طبيعية. الزيادة الغير طبيعية يا شباب اللي هو يقصد بها الهجرة، اللي هي الزيادة في أعداد السكان نتيجة الهجرة. وخدنا من زمان إن إحنا عندنا نوعين من الهجرة، هجرة داخلية وهجرة خارجية. تعالوا نتكلم الأول عن الهجرة الداخلية. يعني ايه هجرة داخلية؟ هي انتقال الأفراد من مكان لآخر ولكن داخل حدود نفس الدولة، ما خرجناش بره، عشان كده اسمها داخلية، بهدف العمل أو الإقامة أو التعليم أو الترفيه. دي الحاجات اللي ممكن الشخص يهاجر علشان. طب ايه أمثلة على الهجرة الداخلية؟ عندي هجرة السكان من الريف للحضر، الناس اللي بتسيب الأرياف وتيجي تسكن في المدن زي محافظة القاهرة أو الجيزة او whatever من المحافظات يعني الجاذبه للسكان اللي هناخدها بعد شويه، او الانتقال من محافظه الى محافظه، الناس اللي بتسافر من محافظه لمحافظه دي اسمها هجره داخليه.
طب ايه اسباب الهجرة الداخلية اللي بسبب وجود عوامل جذب وعوامل طرد للسكان؟ ازاي يعني؟ في عوامل بتجذب السكان في محافظات معينة وفي عوامل بتطرد السكان. طب العوامل الجاذبة للسكان بتتمثل في ايه؟ متمثلة عندي في توافر فرص عمل، ارتفاع الأجور، ارتفاع مستوى المعيشة، توافر الخدمات الاجتماعية زي الصحة والتعليم، تركز الإدارة والحكم أو المنشآت السياسية أو الحكومية في المحافظات الحضرية. يبقى دي الأسباب اللي بتخلي في محافظات جاذبة للسكان، إن أنا عندي بيكون في متوافر فرص عمل، ارتفاع للأجور، عندي خدمات. طيب نيجي للنقطة التانية، إن في عوامل بتطرد السكان، بتكون طاردة، محافظات طاردة للسكان، السكان بيسيبوها ويمشوا. ليه؟ العكس بقى، إيه هو؟ مفيش فرص عمل، انخفاض الأجور، الخدمات مستواها متدهور جدا، قلة الوحدات السكنية. إن إحنا نشوف لو قارنا ما بين الريف وأي مدينة مثلا، هنبص نلاقي إن الخدمات اللي موجودة في المدن أكتر، المدن أو المباني أو العقارات اللي موجودة أكتر. طيب في سبب كمان من الأسباب اللي بتخلي السكان عايزين يسيبوا المكان ويمشوا، عامل طرد يعني، هو صغر مساحة الملكيات الزراعية. يعني الفلاح بعد ما بيتوفى الأرض بتتوزع على أبنائه، دي اسمها ملكية زراعية، كل واحد بيطلع نصيبه جزء قليل جدا. فبيبدأ إن هو يعمل إيه؟ يبدأ إن هو يبيع حتة الأرض اللي مش جايبة همها دي، ويبدأ إن هو يلجأ إن هو يروح يشتغل في المدن. طيب إيه نتائج الهجرة الداخلية لما السكان يهاجروا من مكان لمكان؟ قال لي ده بيعمل لي أول حاجة ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث. ده طبيعي. ليه؟ لأن في المناطق أو المدن الريفية الذكور هم اللي بيهاجروا أو الأكترية يعني، عشان في ناس هتقولي طب ما في ناس بتسيب المكان وتروح تشتغل، بس النسبة الأكبر بتكون ذكور، فبيسيبوا المحافظة بتاعتهم ويروحوا محافظة تانية، فده بيخلي نسبة الذكور ترتفع عن نسبة الإناث. تاني مشكلة أو تاني نتيجة من نتائج الهجرة، بيظهر عندي مشكلات زي إيه؟ زي العشوائيات. الناس اللي بتسيب الريف وتيجي تقعد في المدن، بيجوا هما جايين أصلا عشان يزودوا الدخل بتاعهم، هم جايين مش معاهم إمكانية إن هم يتحملوا إن هم يأجروا شقة أو يدفعوا فلوس في أي حاجة، فبيبدأوا إن هم يبنوا لهم كده مكان بالطوب الأبيض أو يعملوا لهم عشة، فده بيؤدي لظهور العشوائيات. وكلمة عشوائيات معناها أماكن أو مناطق غير مخططة عمرانية، يعني ما جبناش مهندس يقعد يرسم ويخطط ونبنيها. إيه المشكلة كمان؟ ازدحام المدن. المدن عندنا في المدن الحضرية بيكون في زحمة كتير جدا بسبب الضغط بتاع السكان اللي بيسيبوا أماكنهم ويجوا عندنا في المدن اللي بنسميها المدن الحضرية. تالت نتيجة من نتائج الهجرة الداخلية هي نقص العمالة الزراعية في المحافظات الطاردة للسكان. محافظات الطاردة للسكان اتفقنا إن الناس بتسيب المحافظات دي وتروح للمحافظات الحضرية اللي هي جاذبة للسكان. طب ده بيؤدي إلى نقص العمالة الزراعية. الزراعة خلاص الناس سابت الزراعة وراحت لمكان تاني تشتغل فيه، فما بقيناش لاقيين عمالة زراعية تزرع الأرض وتطلع لنا إنتاج زراعي. ده بالنسبة للهجرة الداخلية. نيجي نتكلم عن الهجرة الخارجية، متمثلة في إيه؟ في أو نقول الأول معناها إيه؟ عندي الهجرة الخارجية هي انتقال الأفراد من دولة لأخرى. هنا بقى ايه عكس الداخلية، الداخلية كانت داخل حدود نفس الدولة، لكن الهجرة الخارجية ده انتقال الأفراد، الفرد بينتقل من دولة لدولة تانية لنفس الأسباب، يا إما عمل أو إقامة أو تعليم. طب ايه أسباب الهجرة الخارجية؟ انخفاض مستوى المعيشة، إن الفرد عايز يسافر للخارج عشان يحسن الدخل بتاعه أو يرفع من مستواه المعيشي. تاني سبب انتشار البطالة، إن هو مش لاقي الشغل في الدولة بتاعته. رقم ثلاثة عدم توظيف القدرات العلمية مما يؤدي إلى هجرة العقول المفكرة. يعني إيه؟ يعني أنا بيبقى عندي حد شاطر جدا في مجاله، أي مجال سواء الطب أو الهندسة أو أيا كان،
بيبدأ إن هما مش لاقيين وظايف، فيبدأوا إن هما يهاجروا لدولة تانية تقدم لهم إغراءات وتقدم لهم اهتمام وتوظفهم، فتبدأ تستفاد من الاختراعات اللي ممكن يعملوها. فده سبب بيخلي الدولة المرسلة للهجرة تعاني من مشكلة اللي هي ايه، هجرة العقول المفكرة، ان هي ممكن تكون خسرت شخص ممكن يكون اخترع حاجة ممكن تفيد الدولة. طيب لحد هنا احنا اتكلمنا عن الهجرة واتكلمنا عن اسباب الزيادة السكانية، قلنا الزيادة الطبيعية اللي هي الفرق بين المواليد والوفيات، والزيادة الغير طبيعية اللي متمثلة في الهجرة، واتكلمنا عن الهجرة الداخلية والخارجية. نيجي لآخر جزء عندنا في الدرس هو التركيب السكاني. يعني ايه تركيب سكاني؟ بقسم السكان حسب النوع، نوعهم ايه، ذكور ولا إناث، حسب الفئة العمرية، شباب، أطفال، كبار سن، التركيب الاقتصادي والمستوى التعليمي، الأنشطة اللي بيمارسوها إيه؟ إيه المتعلمين قد إيه؟ طب اللي فوق المتعلمين اللي هو فوق الجامعي، التعليم الجامعي وفوق الجامعي والتعليم المتوسط، هنعرف ده مع بعض دلوقتي. نبدأ نتكلم عن التركيب النوعي. قال لي إن التركيب النوعي بيقسم السكان حسب النوع لذكور وإناث. طيب من خلال متابعة التعدادات المصرية من سنة 96 لحد دلوقتي، لقينا إن نسبة الذكور أكبر من نسبة الإناث. نسبة الذكور وصلت ل51.5%، ونسبة الذكور بتقل أو بتزيد من محافظة لأخرى. إزاي؟ عندي المحافظات الطاردة للسكان الذكور بتقل فيها، ليه؟ لأنهم بيسيبوها ويمشوا. طب وفي المحافظات الجاذبة للسكان اللي هما بيروحوا ليها بقى نسبة الذكور بتزيد. طيب ده بالنسبة للتركيب النوعي. التركيب العمري، قال لي إن التركيب العمري بقسم السكان حسب الفئات العمرية. طيب بنمثلها إزاي؟ بحاجة اسمها الهرم السكاني. الهرم السكاني ده شكل بياني عبارة عن مثلث أو هرم بيمثل لي الفئات اللي موجودة عندي في المجتمع. بنبدأ بفئة صغار السن، ودي بتكون بتمثل قاعدة الهرم السكاني اللي هم صغار السن اللي هم أقل من 15 سنة، نسبتهم وصلت لحوالي 35%. طب زيادة الفئة دي بتمثل لي مشكلة، ليه؟ لأن دول بيمثلوا أعالة على المجتمع، لأن نسبة الأطفال أو الأطفال اللي هم أقل من 15 سنة مالهم بقى؟ بيبدأوا إن هم يمثلوا لي إعالة، يعني هم فئة غير منتجة، عايزة تعليم مجانا، صحة مجانا، كل حاجة مجانية، فبتمثل ضغط على الدولة. طيب عندي منتصف الهرم السكاني بيمثلوا عندي الشباب أو البالغين اللي هم بيتراوح أعمارهم من 15 ل 65 سنة، دول نسبتهم 59% من السكان. طب وزيادة فئة الشباب ده يخلينا مجتمع قادر ان هو ينتج، فنكون مجتمع منتج ونقدر ان احنا نعمل تنمية اقتصادية في كل المجالات. طيب قمة الهرم السكاني بيمثلوا كبار السن اللي أعمارهم فوق 65 سنة، دول نسبتهم 6.2% من جملة السكان، وزيادة الفئة دي برضو بتمثل لي إعالة. يبقى احنا كده التركيب العمري مثلناه بهرم، القاعدة بتاعته صغار سن، الوسط فئة الشباب، القمة فئة كبار السن، والأطفال وكبار السن بيمثلوا عندي فئة بتمثل عندي إعالة، يعني هي فئة غير منتجة محتاجة اللي يصرف عليها ويهتم بيها ويرعاها. نيجي نتكلم آخر حاجة في التركيب الاقتصادي والتركيب التعليمي. بالنسبة للاقتصاد اللي هي الأنشطة الاقتصادية، زراعة، صناعة، تجارة، تعليم، تعدين، طيب الناس اللي بتشتغل يعني في مجال التعليم أو في قطاع التعليم، احنا بس عايزين نقول حاجة بسيطة، إن النشاط الأكثر انتشارا هو النشاط الزراعي. بيشتغل في النشاط الزراعي بس حوالي 29.3% من السكان. نيجي للحالة التعليمية برضو هنقول حاجة بسيطة، إن أنا عندي أعلى نسبة للسكان دول ملتحقين بالتعليم المتوسط. يعني إيه التعليم المتوسط؟ اللي هو التعليم الفني. وأقل نسبة
دول من السكان حاصلين على تعليم أعلى من الجامعي، الناس اللي بتكمل ماجستير ودكتوراه. يبقى أنا كده عندي التعليم، الفئة الأكتر من السكان تعليم فني اللي هو التعليم الحرفي، وأقل نسبة من السكان عندي موجودة في التعليم فوق الجامعي، الناس اللي بتكمل بعد التعليم الجامعي. كده نكون خلصنا أول درس. نيجي مع بعض نتكلم عن تاني درس، هو توزيع السكان والكثافة السكانية. هنتكلم ان احنا عندنا توزيع السكان في مصر مختلف من محافظة لمحافظة ومن مكان للتاني، وده على حسب التفاعل بين الانسان والبيئة. يعني الانسان موجود او يتركز هنا ليه؟ بسبب ان هو بيمارس نشاط اقتصادي معين. طب لو جينا نركز او نتذكر مع بعض خريطة مصر، هنفتكر إن معظم السكان بيعيشوا في المناطق الرئيسية للزراعة زي الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب بدراسة خريطة مصر لقينا إن 98% من السكان بيعيشوا على مساحة 5% فقط. طيب وعندي أقل من 2% من السكان بيعيشوا على مساحة 95% من المساحة. يعني 98 من السكان بيعيشوا على مساحة 5% فقط، و2% بيعيشوا على مساحة 95% من المساحة. طبعا ده عمل عندي عدم تجانس بالنسبة لتوزيع السكان. ليه؟ لأن هما متركزين على 5% فقط من المساحة اللي هو الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. طب تعالوا ندرس مع بعض ايه الأسباب اللي خلت السكان بيتركزوا في المناطق دي. عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. نبدأ نتكلم عن العوامل الطبيعية، وأول حاجة فيها الموارد المائية. السكان بيتركزوا في مناطق وجود المياه العذبة، عشان كده بنلاقيهم بيتركزوا في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، وبيكونوا موجودين بنسبة قليلة في الصحاري في مناطق الواحات، لأن بيكون فيها مياه جوفية زي الآبار والعيون، فبتخليهم قادرين ان هم يمارسوا نشاط الزراعة وقادرين ان هم يأدوا احتياجاتهم الغذائية. تاني حاجة عندي او تاني عامل طبيعي بيأثر في توزيع السكان هو التربة الخصبة. السكان بيختلف تركزهم او توزيعهم على حسب مناطق التربة الخصبة الصالحة للزراعة. هنيجي نتكلم مثلا عن الدلتا، هنقول ان وسط وجنوب الدلتا أراضي خصبة جدا للزراعة، لكن شمال الدلتا غير صالح للزراعة بسبب انتشار المستنقعات. طب وشمال وغرب الدلتا؟ بسبب إن هناك التربة فقيرة. يبقى أنا عندي في الدلتا مش كلها صالحة للزراعة، الوسط والجنوب فقط هم اللي صالحة للزراعة بسبب وجود تربة خصبة، لكن الشمال في مستنقعات، في شرق وغرب الدلتا في تربة فقيرة. طيب نيجي للمناخ. السكان دايما بيتركزوا في المناطق المعتدلة بدرجات الحرارة زي اسكندرية، بورسعيد، مناطق المطلة على مسطحات مائية، وبيقل السكان في المناطق الصحراوية بسبب ايه؟ ندرة الأمطار، عشان كده مش عارفوا يزرعوا، ارتفاع درجات الحرارة زي محافظات الحدود، مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وهكذا. رابع عامل عندي بيأثر هو التضاريس. السكان بيحبوا يتركزوا في السهول، خاصة السهول الفيضية. ليه؟ بيبعدوا عن المناطق الوعرة زي الجبال ويتركزوا على السهول عشان توفر التربة الخصبة والمية العذبة وسهولة مد الطرق، وإن هم ينشئوا مراكز عمرانية أو مدن. عشان كده بنلاقي السكان بتتركز على السهول الفيضية زي في مصر حوالين نهر النيل، وفي العراق مثلا حوالين نهري دجلة والفرات، وبيبعدوا عن المناطق اللي فيها جبال زي البحر الأحمر ومنطقة جنوب سيناء. طيب نيجي نتكلم بعد كده عن العوامل البشرية اللي بتأثر عندي في توزيع السكان. عندي أول حاجة النشاط الاقتصادي. النشاط الاقتصادي بيأثر في توزيع السكان. المناطق الزراعية مثلا هنلاقي السكان بيتركزوا في الوادي والدلتا. طب النشاط الصناعي
هنلاقي السكان بيتركزوا في مدينة زي مدينة 6 أكتوبر. نشاط سياحي، هنلاقي مثلا السكان بيتركزوا على شواطئ سيناء والبحر الأحمر. طب مناطق التعدين أو نشاط التعدين، هنلاقي زي منطقة اسمها منطقة رأس غارب، ودي موجودة على خليج السويس. دي منطقة بيبقى موجود فيها نشاط التعدين. يبقى ده النشاط الاقتصادي، عرفنا ازاي بيأثر في توزيع السكان. تاني حاجة طرق النقل والمواصلات. لو جينا ندي مثال مثلا على منطقة قناة السويس، قبل ما يكون في قناة سويس وقبل ما يتم حفر القناة، كانت المدن زي الإسماعيلية وبورسعيد ملهمش أهمية. بعد حفر قناة السويس زادت أهمية المدن بتاعة القناة زي بورسعيد والإسماعيلية، وظهرت مدن جديدة زي منطقة اسمها القنطرة، وبقى ليهم أهمية اقتصادية كبيرة جدا. رقم 3، الظروف السياسية والعسكرية. الظروف السياسية والعسكرية ازاي بتأثر عندي في توزيع السكان؟ لو خدنا مثال مثلا أثناء احتلال إسرائيل لسيناء سنة 67 لما حصلت النكسة، ده أدى إلى إن أعداد كبيرة من سكان سيناء ومدن القناة سابوا المدن بتاعتهم واتجهوا لداخل مصر. ده أثر عندي إن الحدود مكانش فيها سكان، وفي ضغط سكان جدا، ضغط سكاني كبير جدا داخل الدولة. طيب لما هزمنا إسرائيل في حرب 6 أكتوبر المجيدة سنة 73، ده أدى إلى تعمير المدن الحدودية تاني وتعمير سيناء تاني وعودة أهاليها للمنطقة مرة تانية. أنا عندي الظروف السياسية والعسكرية بتأثر، لو في حرب أو في عدم استقرار السكان بيسيبوا المكان، فتوزيعهم بيختلف إن هم مشيوا من المنطقة لمنطقة تانية، تركزوا في منطقة تانية. طيب نيجي نتكلم بعد كده عن حاجة اسمها الكثافة السكانية. إيه هي الكثافة السكانية؟ هي عدد السكان مقسوم على الوحدة المساحية بالكيلو متر أو أي وحدة قياس. يعني عشان أحسب الكثافة السكانية بجيب عدد السكان وأقسمه على المساحة. طب الكثافة عندي نوعين، كثافة عامة وكثافة حقيقية. الكثافة العامة بجيب عدد السكان على المساحة كلها. يعني مثلا لو قلنا إن عدد سكان مصر 100 مليون على المساحة اللي هي مليون، وقسمناهم على بعض هيطلع عندي 100 نسمة لكل كيلو متر مربع. طيب كيلو 100 نسمة لكل كيلو متر مربع، هل أنا عندي في كل كيلو متر مربع 100 فرد أو 100 نسمة؟ لا طبعا. عشان كده الكثافة العامة دي لا تعكس الصورة الحقيقية أو الوضع الحقيقي للدولة، لأن هي بتقسم السكان ككل على المساحة ككل، وأنا ما عنديش في كل كيلومتر 100 نسمة. أنا لو عندي في كل كيلومتر 100 فرد أو 100 نسمة، ما كانش بقى عندي مشكلة سكانية أو تركز للسكان في منطقة معينة. طب النوع التاني من الكثافة اللي هو الكثافة الحقيقية أو الصافية، ده بيعمل فيه إيه؟ بنجيب عدد السكان ككل اللي هم 100 مليون، ولكن على المساحة الفعلية، المساحة اللي موجود عليها سكان، ماليش دعوة بالمساحة الفاضية. هنقول مثلا هنقسم على المساحة المعمورة فعليا اللي موجود فيها سكان زي مثلا 45 ألف، هيطلع عندي عدد السكان اللي هم 100 مليون على 45 ألف، هيطلع مثلا عندي 2000. أنا فعلا ممكن يكون عندي في كل كيلومتر مربع 2000 نسمة أو أكتر. فالكثافة الحقيقية سميناها حقيقية عشان هي بتعكس الوضع الحقيقي. طيب نتكلم عن الكثافة السكانية بالنسبة لمحافظات مصر. قال إن في محافظات فيها كثافة سكانية مرتفعة جدا زي القاهرة. ليه؟ لأنها العاصمة. في عندي محافظات فيها كثافة سكانية مرتفعة بس زي الجيزة. طب في محافظات فيها كثافة سكانية متوسطة زي الأليوبية واسكندرية وسوهاج. طب عندي محافظات فيها كثافة سكانية منخفضة زي كفر الشيخ والبحيرة. طب منخفضة جدا زي الإسماعيلية والسويس. لو جينا نتكلم عن حاجة بسيطة، إن أنا عندي نسبة سكان الريف أكتر من الحضر. لو جينا نحسبها هنلاقي إن سكان الريف بيمثلوا 57% من عدد السكان ككل، وسكان الحضر نسبتهم 43% فقط. يبقى نكون عارفين إن نسبة سكان الريف أكتر من نسبة سكان الحضر.
كده نكون عملنا مراجعة سريعة غطينا بيها كل النقط اللي بيدور حواليها أو بيتكلم عنها أول درسين عندنا، وبالتوفيق يا شباب.